إخواني وأخواتي، لكل أمة من الأمم أساطيرها التي تعيش عليها وتستمر بها، أساطير تنعش الوعي والحس القومي وتؤكد الدور الرسالي لهذه الأمة والمكانة المتفوقة على الأقل من منظور الأمة ذاتها والشعب عينه. وكلمة أسطورة في السياق الفكري المعاصر إخواني وأخواتي لا تعادل الخرافة، لا تعادل الخرافة وإن تداخلت معها في بعض المناحي والجوانب. كلمة أسطورة لا تعني حدثاً أو شخصية وهمية خيالية مخترقة خرافية، كلا. الأسطورة في الأصل، وعلى كل حال هذه اصطلاحات، يعني لا يسوق أن تعود إلى المعجم العربي لتقول لي الأسطورة معناها كذا كذا. نحن نتحدث عن الأسطورة كترجمة لكلمة ليجند. ليجند يقول لك فلان هذا أي أسطورة، الملك آرثر مثلاً أسطورة، ليجند في السياق البريطاني، في التاريخ الإنجليزي روبن هود، عنترة بن شداد، أبو زيد الهلالي، عمر بن الخطاب، الإمام علي، وهكذا. أساطير، ما معنى أساطير؟ ليس معنى ذلك أنهم شخصيات مختلقة أو خيالية، كلا. الأسطورة أو الليجند تختلف عن الخرافة، المث، ميثوس. المث هي حكاية أيها الإخوة لا أصل لها، من مخترقات ومختلقات الخيال، لا مكان لها محددا. الخرافة ليست إقليمية، لا زمان لها معينا، لأنها تدور وتحدث وتجري في لا زمن، الخرافة، ولا دور أخلاقيا وقيميا لها. خرافة حكاية، أقرب إلى الفيبولز. أما الأسطورة أيها الإخوة العكس، الأسطورة تتعلق دائما وتدور على حدث أو شخصية تاريخية وجدت حقيقة في التاريخ، وجدت حقيقة في التاريخ، بعد ذلك قام الخيال الإنساني، خيال القومي، خيال الشعب أو الفولك كما يقال، بنسج طبقات طبقات من الحكاية، من التمجيدات، من الاحتفاليات، من الأسطوريات. قام الخيال بأسطرة هذه الشخصية التاريخية، كلها موجودة. عمر بن الخطاب أسطورة بالنسبة للمسلمين، السنة أسطورة، علي بن أبي طالب للسنة والشيعة أسطورة. هذا لا يعني أنه كذوبة أو زعومة، شخصية تاريخية أيها الإخوة، شخصية تاريخية، ليجند، هذا معنى ليجند، أسطورة. هذه الترجمة إيه؟ المناسبة لهذه الكلمة كما نتعاطى معها في هذا العصر. مكان محدد، الأسطورة إقليمية، زمان معين، روبن هود مثلا شخصية أسطورية هنا تاريخ الغربي في الفكر والأدبيات الغربية، إيه؟ تلعب في أواخر القرن الثاني عشر أيام الملك ريتشارد الأول، ريتشارد الأول، لكن أسطورة، ليجند، لا يعني أنها أزعومة، لا يعني أنها أزعومة أيها الإخوة. نعم، إذا لها مكان، لها زمان، لها سياق، وهي شخصية تاريخية، وتستخدم الأسطورة أيها الإخوة في تعزيز قيم قومية ومعان أخلاقية، هذا دور الأسطورة. فإذا وضح هذا، فليس من السليم وليس من المعقول وليس من المقبول أن تسعى أمة في تحطيم أساطيرها. الأمم لا تفعل هذا، وخاصة في زمن تكون الأمة فيه تتراجع وتضعف وتذوي، زمن تحترب فيه الأمة للأسف الشديد، تحتاج إلى ما يوحدها، إلى ما يعيد إليها ثقتها بنفسها، برصيدها أيها الإخوة، برسالتها. لكن أن تسعى الأمة في تحطيم أساطيرها أيها الإخوة بحجة العلمية، الدرس العلمي، الدرس النقدي، والذي لا يكون علمياً ولا نقدياً، وإنما يبغي ويتقصد فقط أن يحطم أسطورة ما، يريد أن يحطمها، فهذا لا يوصف أيها الإخوة في أحسن الفروض إلا بالسذاجة الفكرية. أن يفعل هذا دون أن يدري حقيقة ما يأتي فهو ساذج فكرياً، وفي أسوأها بسوء النية والإغراض، يوصف في أسوأ الفروض بسوء النية والإغراض. هناك غرض ما فلنبحث عنه، لماذا؟ ما الهدف؟ من المستفيد من تحطيم أساطير الأمة؟ من تحطيم أساطير الأمة كان تيودور هيرتزل مؤسس الصهيونية أيها الإخوة، ومن بعده ديفيد بن غوريون، موشي ديان، جولدا مائير، يكثرون من التعويل واقتباس
الأساطير الدينية اليهودية. وكم ذلك اليهود من أساطير، لدي كتاب في 5 مجلدات عن الأساطير اليهودية، وهي من جنس الأساطير في الجملة التي تحدث عنها روجيه جارودي، الأساطير المؤسسة لإسرائيل، أسست لدولة، نعشت وأنعشت وعياً، بعثت وعياً قومياً وأنعشته أيها الإخوة. أساطير الأم كلها تعيش على الأساطير. الهنادك لديهم أساطير، الفرس عندهم أساطيرهم، الأتراك عندهم أساطيرهم، الرومان، الألمان عندهم أساطيرهم، الولايات المتحدة الأمريكية، العالم الحديث والدولة الحديثة في العالم الجديد لديها أساطيرها. وبالأساطير أيها الإخوة قامت هذه الدولة في العالم الجديد بأساطير ومستمدة من العهد القديم وإلى حد ما من العهد الجديد، لكن أكثرهم العهد القديم، وهي قريبة جدا من أساطير الصهيونية، قريبة جدا من أساطير الصهيونية، ولذلك انتعشت الصهيونية المسيحية في العالم الجديد في الغرب الأمريكي. هذه أساطير. العجيب أن 4 من ذكرت من الصهاينة، المؤسس هرتزل وانتهاء بغولدا مائير، 4 من ذكرت كانوا ملاحدة إثيس، لا يؤمنون لا بإله ولا يعولون على كتاب مقدس ولا نبوات، لا يصدقون بأسطورة موسى، هكذا يسمونها أسطورة لكن خرافة يعني، لا بموسى ولا بعيسى، كانوا ملاحدة. هؤلاء مسلكهم لا يمكن أن يصفه مفكر جاد رصين بأنه مسلك نهاز أيها الإخوة أو غوغائي أو غير علمي، بالعكس، أو مسلك تدجيلي يدجلون بالدين، لا، إنه مسلك علمي مسؤول. نعم لا نؤمن بالأديان ولا نؤمن بالتوراة ولا بموسى ولا بغيره، ولكن نعرف هذا لسان حال من؟ 4 الذين ذكرت، هرزل بن غوريون وديان وغولدا مائير وغيرهم، حتى حيم وايزمان في كتاب التجربة والخطأ، كل هؤلاء الصهاينة الكبار أيها الإخوة يعرفون، لأنهم عقلاء أذكياء أيها الإخوة، عقلاء وأذكياء، يعرفون أيها الإخوة كيف تشتغل الأمور، يعرفون كيف يديرون الواقع ويحركون الجماهير، يلهمونها، أنشأوا دولة من لا شيء أيها الإخوة، وعلى حساب شعب مظلوم ومهضوم اعتبروا أنه غير موجود أيها الإخوة. أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، قال أكبر أكذوبة وأزعومة في التاريخ المعاصر على الإطلاق، أكذوبة وقاح أيها الإخوة. ملاحدة ويقتبسون الأساطير والكتاب المقدس صباحا ومساء لا يكلون. لماذا؟ لأنهم أذكياء، يعرفون كيف تلهم الجماهير، كيف نشتغل، كيف يمكن أن ننشئ أمة من لا شيء. وما شاء الله في الجانب الإسلامي أذكياء وعلماء ومرجعيات شطار وحذاق في تحطيم أساطير الأمة. نعم، إذا أردنا سنة كنا أم شيعة أن نحطم أسطورة بالخطأ تمت أسطرتها، ويحدث هذا في كل الأمم. ومثل هذه الأساطير في رأيي ومن رأيي أنها تبعث وتعمل على إماتة الأمة وتجميد حراكها وشل قواها وقدرها، موجود لكنها قليلة في الأمم، لأن الأمم لديها حس الأمة، حس الشعب، لا يمكن أن تعمل هذا إلا قليلاً في ظروف تحتاج إلى تفكيك، في ظروف تحتاج إلى تفكيك. نعم، أنا مع تحطيم أسطورة تمت أسطرتها بالخطأ، تمت أسطرت شخصية في الحقيقة حين نتلو سجل هذه الشخصية من أوله إلى آخره تقريباً لا نجد إلا الانتهازية والتدجيل والذكاء الشرير في سبيل الوصول إلى المناصب والمغانم على حساب القيم والأمة والشعب. لابد من تحطيم هذه الأسطورة الخطأ، هذه أسطورة غلط. لكن من المستفيد وما هي الفائدة من وراء محاولات تحطيم أسطورة كأسطورة عمر بن الخطاب؟ ولنقولها واضحة، عمر بن الخطاب أسطورة، ليجند، أسطورة في العالمين، ليس فقط للمسلمين السنة، في العالم كله. وعلينا أن نعيد وأن نقرأ ما كتب الأجانب شرقاً وغرباً عن عمر بن الخطاب، كبار العقول الغربية وقفت تستلم هذه الشخصية أيها الإخوة، ووقفت بإجلال وإشفاق بين يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. اختلفت أم اتفقت؟ على الأقل في المنظور التاريخي العام المجرد، عمر كان إمبراطوراً، هكذا يسمونه، عظيماً جداً، سأس دولة مترامية الأطراف حول العالم،